سارة هون عايشة هلا مسجونة، بقدر فوت لعندك؟ أكيد ممكن؟ أكيد. مرحبا، ممكن نفتح لو سمحتي؟ شكرا. سارة كم بنت بالغرفة هون؟ نحن 20. 20 سجينة؟ مزبوط. 1، 2، 3، 4، 5، 6، في 6 تخوتة. وين بناموا التانيين؟ فرشات على الأرض؟ اه. انت وين تختك؟ هون. هيدا؟ يس. شو ضبي غراض تحت؟ حتى أغراض، لأنه أنا بكتب برسم، حتى أشياء مثلا هون، حتى هيدا كتب هيك بقرا 1001 meditations. Meditations, yes. هيدا for Nora Roberts. Yes. هاي بوكس بحط فيها صور. هيدا هي مين؟ صورة ابني. ما بنفرجيها على الكاميرا. بنفرجيه ولا لا؟ لا. الله يخلي لك اياه. ثانك يو. هون وقت كان صغير معي بعض صور يعني. هاي كان اشي. هيدا شو؟ هيدا مذكرات؟ يس يو كان اوبن ات فور شور. شيلي صورة ابني. تقرا بس افتح وتقرا. اشلح الماسك. بقدر افتح؟ يس. هيدا فيرست ون. هيدا فيرست ون ابنه. ايه. هو؟ يس. هيدا ولا هيدا؟ هو واحد. هو واحد. بتحبيه؟ زوجك الأول بعدك بتحبيه؟ هو طليقك؟ يس. مغرومة فيه؟ بعدك؟ معقولة ترجعي له بس تفلي من هون؟ لا بس بتحبي؟ هيدا كنت من أول ما انحبست هون في حد ماي هازبند هلا هي أنا هي أنت؟ يس. ليه قصيتي شعري؟ مش أنا قصيته. مين قصه؟ My ex-husband. جوزك الثاني؟ الأول. الأول؟ قصلك شعري؟ قصلك شعري؟ نوع من التعنيف؟ بيبي، يس. حلقه على الصفر؟ شو كنتي عملتي له؟ كنت بدي أروح أسهر. إيه وشو عمل؟ قصل شعرات. كيف وصفي له؟ وين كنتوا؟ كنا بالبيت. قلتي له بدي اسهر؟ انه ايه انا بحب كثير روح اسهر نايت كلوبز وهيك. شو عمل؟ هو ما بخليني. شو عمل؟ حلق لي شعرات. كيف؟ قال لي انه حلق لك شعراتك ما في تروح تسهري. قلت له احلقهم ما بيهمني بدي روح. كثير هيك عنيده. جاب البريمر. يس. حلق لي اياهم. في معي صوره بس مش كثير مبين هيك نص. فرجيني. حطيتها أنا بكادر. هاي أنا. بقدر أفرجيها كمان؟ إيه. ليه طبعتيها للصورة؟ حلقلك. مش انا طبعتها، حد بعثوا لي اياها يعني بس يطلع رفقاتي بيطلعوا لي اياهم فروم فيسبوك هيك بعثوا لي صور. انت نشرت الصوره على فيسبوك؟ ايه. ليه؟ ما كان عندي منها فوبيه او استحيت. شو قلتي للناس؟ ولا شيء. قلت قلتي نيو لوك ولا لا قلت تعنيف؟ لا قلت انه هو قصر لي اياها. حدا قال شيء؟ بالعكس، حتى قلت له لقاله انه كانت انه ثانك يو لانه حبيتهم هيك وما رجعت طولتهم على فكره. قصدا ما رجعت طولتهم، يعني اكثر شيء طولتهم هيك هلا.